اتفق عدد من باحثين في تربية الأطفال واعتمدوا على عدد من الدراسات ما هي السلوكيات التي يجب أن يتمتع بها المحيطين بالأطفال حتى تكون مرآة إلى تطورهم من ناحية السلوكية والوجدانية. نتطرق إلى عدد من هذه السلوكيات يجب أن يراها الطفل في من خلال المحيط اللي حوله. أولاً، حب وتقدير الحياة يشعرك ويجعلك تتقبل القبول بالآخر، وأيضاً يشعرك بهذا الشعور الاقتباط والمسرة الذي يخليك تنظر للأمور بإيجابية ويعزز الفكر والطاقة الإيجابية لدى الأطفال من خلال من يجسد هذا الشعور من حولهم. ثانياً، تنمية الفكر المرن، ونقصد بفكر المرن هي كيفية التعامل مع الأخطاء. طالما الإنسان يعمل، طالما يجرب، طالما يبحث، ستكون هناك عدد من الأخطاء، والخطأ هو سلم التطور. فيجب أن تكون لدى المحيط، لدى الآباء، لدى المعلمين الاعتراف بالخطأ، وأيضاً جعل الخطأ وسيلة للتعلم وليس حاجة يجب أن نخجل منها. الناحية الثالثة، الانضباط الذاتي. التطور هو انضباط، التطور هو التزام. يجب أن ندرب الأطفال على التحكم في اندفاعاتهم والتحكم في طلباتهم ورغباتهم من خلال سلوكنا. فاقد الشيء لا يعطيه، فيجب أن نظهر هذا السلوك للأطفال. الشيء الرابع، الصدق. الصدق يعزز الثقة. العلاقة بين الأفراد إذا بنت على عملية صدق ستكون العلاقة أرقى وأفضل وتتسم بالصراحة والتطور. الناحية الخامسة هي الشجاعة في تجربة الجديد. الشجاعة في تجربة الجديد والمحاولة وتعزيز الفضول في التعلم. من يحاول يصل، من يحاول يتفوق، من يحاول يتطور. فيجب أن تكون من خلال الأفراد الذين من حولهم. الناحية السادسة والأخيرة هو الصوت الداخلي. الصوت الداخلي بالأمل، الصوت الداخلي بالإيجابية. في حالات قد نصل إلى بعض خيبات الأمل أو بعض الظروف التي تحتاج أن نستمد قوتنا من الداخل. يجب على أولياء الأمور أن يعززون هذه العملية من ممارسات للست النقاط اللي أوجزناها. ويجب أن تكون هذه مرئية ومسموعة ومحسوسة للأطفال ليتعلموا منها ويتطوروا منها.